الأمان وحاول قلل أزمات أعشق تقديم الخدمات وحاول حل الأزمات والثعلب فان فان في مقالب كل الحلقات والثعلب فان فان في مقالب كل الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويخفنا من خدماتي فيها دوائي ومصايب ويخفنا من خدماتي فيها دوائي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع أستاذة موزة صباح الخير لو سمحت يا أستاذة عندنا حريق في الشركة كلها محترقة ولازم تجينا الحين بسرعة الله يخليك لأنك أنت الوحيدة اللي تقدرين الخسائر أي نعم نيران الدنيا نيران أرجوك تعالي بسرعة الله يخليك بسرعة بس لا تحيرين أي نعم لو سمحت بسرعة طيب إحنا بنتضارج يلا مع السلامة ادخل يلا شجمة يلا يا ولد اهدى يلا انا مستعجل اهلا وسهلا يا استاذ اهلا وسهلا حياك الله ارجوك يا استاذ جمعه ارجوك
انا وقتي من ذهب، مستعجل ابغى اوقع العقد واتوكل على الله واسجل شغلي. ولا يهمك، من وقع العقد بتوكل ان شاء الله. بس لحظه شوي، اصبر شوي لحظه. انت قلت لي كم تبغي؟ 200,000 خزرانه وكم؟ ايش مالك مالك؟ ايش خزرانه هاي؟ 200,000 زجاجه فاضيه. يلا اي النهايه كلها سواء دم وغم، زجاجه ولا خزرانه كلها واحد يعني. جماعه جماعه، هي الحريقه هي وحدي. ماشي معطبه هني في المكتب. ويلي ويله، جايتني انتحر عيوني. قمت شمان بقى يا جمعة، هي الحريقة مو قصد مزح علي ولا ايش؟ الحريقة في المصنع؟ الحريقة هنا يا مدام، وانا ما اتمازح معك. هذا الكلام صحيح. على فكرة نسيت اعرفكم على بعض، الاستاذ راعي الغراش. انزين، هاي سلمان مو ابغى له تو انا الغراش. هاي سلمان زوجي. هين سلمان موجود هنا يا مدام؟ موجود. موجود؟ ايه هي موجود. لحظة يا مدام تفضلي. هذا ها زوج الشاه اللي يبغى يخسر الشركة 200,000 غرشة. هذا انت يا الخسيس؟ ها يا مدام، شفت الحريقة ولا ما شفتيها الحين؟ حريقة في القلب. حريقة في القلب؟ حريقة في جثتك ان شاء الله في المحرقة. بتسوي اللعين ما عليك. باغي تخسر الشركة 200,000 زقاقة بلعبة سخيفة؟ انا اعرف كيف اداويك. مهران عزان نبهان مو تقول. ما عليك، دواك في البيت. اسميك عاد، اسميك عاد يا جمعة انك رجال شهم. لا يا مدام، احنا بس نحب نخدم بس. ما عليك، انا ما خست في البيت. ما اسمي موزة. ما عليك. موزة موزة موزة. خرب لي بيوت انت، خربت لي بيت. يلا يخرب لك بيتك. خوز دعمي، يلا قدام على نفسي. يلا غير مخصم لك شهر وثلاث ايام ثلاث ساعات. ماشي فايته، ابو الخسائر والراس داير، ماشي حيله، لكن دواء استاهل. كذاك يا صالح، كذاك ولد اخوك يبهدلني ويطردني قدامك ويبغاك تطلقني وانت ساكت ما تقول شيء. انا يا ابن بهاد، انا اصلا زعلان عليه ولا اريد اكلمه هذا الانسان. خلاص. ليش؟ بس لان كل اللي سواه تمثيل في تمثيل. أبا أسألك أنا. طيب. إيش هذه سالفة الأخوة أحسن وما أدري إيه؟ وحدي ما فهمت هذا أبو يقوله. لكن أنت إيش اللي عاقبنك؟ يعني عاقبنك هذا اللي يصير؟ والله يا من أبهان أنا بصراحة محتار، يعني ما أعرف إيش أقول. نعم. محتار ما عارف إيش أقول. أي مشكلة. أنت إيش تعرف تقول؟ أنت اللي هتقول ولا تقايل. إحنا اللي قاسين نمدح أستاذ مدير. حضرة المدير يبغى هذا الإنسان ينطق ولا نطق ولا كلمة. لكن ليش ينطق؟ حال مو يتعب عمره؟ الرجال مستريح وبطنه متروس. الريوق هنا، غدا هنا، عشاء هنا، ايش يبغى بعد؟ ابا اعرف انا مو الفرق بينه وحالته هو وبين بعدين يوم يتزوج. خلاص يا امي، هو حر. بس انتي بس ولا كلمة. ما قابلش القلم والدفتر؟ ايش بغي بعد؟ أبعرف انا. لكن هذا الانسان ما بيحس. نعم كذاك ما يحس، هذا يبغى له طريقة ثانية. وايش هي ام العريفة الطريقة هذه؟ ايش هذا الرجال؟ ايه؟ يبغى حد يحرمه عن الاكل ولا لقمة يلض. سمع عاد، ردين على سلفة الاكل مرة ثانية؟ افا عليك يا ابن ابهان افا، عيب هذا الكلام. اصلا احنا اولاد اهل وجود وكرم وشهامه وكرامه. من ديرك كلها جود وكرم. والضيف اذا دخل البيت، نعم من رده؟ لا حشى والله من رده، خليه يدخل. وهذا عهد من قدم بعد قد. انا ما كنت اتوقع انك انت بخيل لهالدرجه. انا تو ما جالسه اتكلم عن البخل. عن ايش عيل؟ الحمد لله الخير فاضل عندنا. الحمد لله. نعم لازم، هذا هو الكلام الحلو اللي يشرح الصدر. انا اقول هذا باسم جمعه.
لازم يحس بقيمة الحرمة. قولي كيف؟ كيف؟ يعني لما يرجع بيته يحصل لقمة العيش الهنية ويحصل ثيابه نظيفة ويحصل البيت أنظف. أصلاً جمعه يستلم راتب ويقدر جمعه يطبخ لنفسه، وأنا إذا قعت ولا شيء دمر عليهم أحصل لي لقمة من عنده وخلاص. يا الله إنه يجيب لي هذا الرجال السكتة القلبية. يا ريت. تو أنا بسألك. نعم. أنت يعني جوعان وما محصل أكل؟ أبى أعرف أنا. لا. عجب. سير سير حيث جمعة. جمعة هذا أبوه تقول عنه جمعة حبة بيضة ما يعرف يطبخها، لكن مو حال مو يتعب عمره. الحمد لله كل شيء حصل جاهز. نعم. تو أنا بعرف هذا فلوس الرجال هذا عنده هذيك السيارة الكحيان اللي كل يوم تعقف مكان. غوازي كلهن في جيب هذيك السيارة النحسة هذيك. لكن إيش أقول؟ أنا أقول عشان كذا هذا الرجال ما أبغى يجي هنا ولا يأكل ولا لقمة في هذا البيت. لكن يا أمي كذي حرام. هي لكن يا أمي حرام. هو هذا أنت أبو فالحة فيه. أنت يا بنتي سمعي كلام أمك، إذا كنتي تريدي هذا الإنسان سمعي كلام. أتشوفي وحدش على عينش بتشوفي كيف بيجي هو هنا ويخطبش على عينه. نعم. وساعتها عاد أنا أجلس أخلي رجل على رجل وأتشرط عاد أنا على كيفي. والله يا من أبهان فكرتك هذه مبشينة، فكرة طيبة، لكن يبغي لها تأجيل شوية. نعم. يبغي لها تأجيل. يعني إيش تأجيل؟ بعرف أنا اللي قاله الأخوة والأخت وجلس هنا في البيت وباغي يطردني أنا ويطلقني. الرجال هذا أبعرف إيش بقى فيه واحد يآمن فيه؟ أقول لي إيش؟ أنت إيش اللي تبغي تقولي لي؟ أنا اللي أبغى أقوله إيه؟ من هين ذي الوريقة من نفس الشقيرة. نعم. ما أنت عمه؟ نعم عمه. ما يجي أحسن عنك؟ زين أنت سمعيني الحين فاطمة بنتي روحي داخلي ذاكري. لا 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 قرشي فاطمة هنا عشان تسمع الكلام اللي احنا نتكلمه لأن نريد مصلحتها. بعد فاطمة روحي داخلي. يلا روحي ذاكري وداخل. يلا القلم شلي. يلا روحي. سمعيني. سمع انت هات عاد هات بو عندك ابو العريف هات. كما تبغيني انا اتكلم بالصراحة وبدون لف ولا دوران؟ يا ريت. انت ما قلتي اخطب البنتك قبل لا تخطب ولدك. هذا الكلام صحيح، لكن هذا انت قدامي لا تحدي ولا تبدي. وانا الكلام يوم قلته في وقته. الحمد لله ولد اخوك تو جمعه. الحمد لله. انا اقول عنده وظيفه عوده وكبيره والحمد لله. تمام. اذا خلاص بلاها سالفة التقويع والمقاطع الغذائية والاقتصادية هذه اللي شانت تنهى انتهى الأيام. يعني كيف؟ يعني كيف؟ أول ما يوصل جمعة بسلامة إن شاء الله ويدخل البيت نروح نجهز له الماي والأكل وذاك الأكل الطيب والكستر اللي يحبه ونسوي له فالودة بعد. يعني من زمان صراحة ما أكلت فالودة من أبهان. والله أبو فالودة. بس هو هذا أبو هام منك أنت بطنك على لا يكون تقول لي سيري بعد تسوي فالودة حال استاذ جمعة. نسوي له وليمة وعزيمة كبيرة. نعم اي نعم. ياكل بنذبح لهايشة. ها؟ هايشة. هايشة؟ اي هايشة مرة واحدة. انا اقول جمل ما احسن. هي قلت لك عزيمة وليمة عود كبيرة ياكل ويرتاح، وعاد هو يوم بيشوفني يعني بيستحي مني وبيقول نعم، ومن يقول نعم ناخذ عليه العهود ونثبته على الزواج ونحدد الموعد. ها ايش رايك صالح؟ ها انت صاحي؟ طبعا صاحي. ما ظني. يا ربي ما ادري ايش اسوي فيك. خبرني تبغى تخسرني 200 الف زجاجه بلعبه سخيفه؟ بعدين تعال هذه الفلوس خبرني بتروح حال من؟ ما بتروح حالنا وحال بنتك، بنتك اللي ما عندنا غيرها. الله يهديك يا سلمان. والله هذا كله منك انت يا موزه. مني أنا؟ مني أنا ولا من تصرفاتك؟
توصل بيك المواصيل انك تروح تتنكر مثل الافلام. اخ عليك بس والله لولا ذكاء قمع كان لو سويت شغلتك وخسرت الشركة. يا امي هذا الوضع لازم ينتهي، ما معقول هذا اللي قاعد يصير. اي نعم معقول اللي سوى ابوش يروح يتزوج بنية في عمر بنته؟ لا ومن وراي بعد تخجل على وجهك. على الاقل احترم مشاعري. يوم ما مشاعري انا وما تفكر فيني انا، فكرت بنتك، بنتك اللي في سن زواج. غلطة يا موزة، هذه غلطة، لكن ما معنى اني انا اشتغل موظف بشركة زوجتي الا وبعت في الارشيف؟ الله يهديش، ايش الكلام هذا؟ لا يا ابوي، انت المدير العام وبترجع مثل الاول، وامي مهما كان ما تستغنى عنك، واللي صار ان شاء الله ما يتكرر. هدى يا امي، ما ممكن غلط يولد غلط، ابوي ما تنكر الا علشان يرد كرامته ومكانه من عند جمعة. هذا جمعة اللي انت طلعتيه فوق من غير اي مناسبة. جمعة ابو تقولي عنا هذا الكلام؟ ما هو اللي كشف الاعيب ابوش؟ ما هو اللي صلح الشركة؟ ما هو اللي منع الخسارة اللي كانت ممكن تصير بطيش ابوش؟ ما جمعة؟ يا امي كفاية كفاية لحد هنا كفاية، انا ما قادرة اواجه صديقات وزميلاتي، اللي عرف قال اللي قاله، واللي ما عرف بعده يسأل، انا سارة من بين زميلاتي مصدر للسخرية، ارجوكم كفاية كفاية. يا بنتي يا هدى، ابنتي هدى، ما معقول اللي تسويه في نفسك كذاك. خلاص خلاص، اللي تبغيه بيصير. لا انا لن ولم وما اشرف على الشركه مره ثانيه. بس 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 عاد بس، لا ولن. لا تسوي كذا قدام البنيه. والله انا عرفت انك زين، انت لولو ودك تصير مدير عام الشركه اليوم واحد بس عشان تفعل فعايلك. موزة ايش تبي بعد؟ يعني خلاص يا امي، سامحتي ابوي؟ يعني ابوي بيرجع مثل ما كان؟ ايه بس يا بنتي تو انا متحايه، ايش اقول حال جمعه؟ لا 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 لا، جمعه هذا خليه علي انا. لا احسنت، ما تقصر، خليني انا اتصرف. المشكله ان الرجال وقف معانا وقفه رجال واشتغل بكل اخلاص وذمه في الشركه، ما معقوله تكون مكافاه البهذله ولا مكافاه بشيء لا يرضى فيها لا الله ولا عباده. خلي جمعه علي انا، انا اللي بتصرف معاه. أهلا جمعة يا أنسة هدى، خير؟ ها إيش قلت يا جمعة؟ والله قلت يا أنسة هدى إن هذا الشيء وضع طبيعي، وأنا مقر بهذا الشيء، وأنا الحمد لله قدرت اللي قدرت عليه يعني. والحمد لله الحين إحنا لا محتاجين لا لقلاصات ولا لشيء ثاني. مع كذا أستاذ سلمان، أما مصيبة هذا الإنسان، نعم مصيبة، وبعدين معك أنت، يعني أنت ما لاقي قدامك غيري أنا يعني بالذات. المهم يا مدام موزة، الحين كل شيء في الشركة ماشي ممتاز على الأصول. نعم نعم، أنك إنسان عظيم يا جمعة. أنا صحيح عشت فوق ورجعت مكاني تحت، لكن أتمنى من اللي فوق ولا ينظروا دائما على اللي تحت. إيه، لو الواحد يشوف الثاني كان كل شيء بيرجع مكانه وكل الأمور بترجع زينة، واللي يصرخ يسمع صراخة لوحده. هي عاد يا جمعة، اللي أبغى منك إنك ما تأخذ على خاطرك منه، يعني ما تكون زعلان. أفا يا مدام، أنا زعلان؟ أنا بالعكس أنا فرحان، وأنا بعدين خدام الزملاء والناس في أي مكان وأي زمان. وأيضا يا جمعة، سلمان زوجي ما يلغنى عنك يعني. طبعا طبعا، هو أنا أستغنى عن جمعة؟ لا 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 أبدا أبدا. ما تستغنى عني؟ إيه، بس خليني أطيح في يدك يا الخبيث. هي عاد جمعة، أنا اللي أبغى منكم أنها تكون روح التعاون يعني سايدة بينكم. أنا من ناحيتي يا مدام ما عندي مانع، أنا موافق. وأنا إيش؟ موافق. أنا بصراحة يا جمعة ما بنسى لك هالموقف الجميل ابدا. لا يا انسه هدى، انا دائما في الخدمه. انا اذنكم، مع السلامه. حياك الله حياك الله يا جماعه. مسكين. ما عليك ما عليك، انا براويك فوق وتحت. اذا ما وريتك نقوم النهار ولا ما أكون أنا شعفان، حتى نساني اسمي الله يصرفه، ما بكون أنا سلمان
ود ابو سلمان ونشوف يا جمو هنشوف. زين 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 يا حي الله ولد اخوي، حي الله بالمدير العام، يا مرحبا وسهلا، شرفت. تعال 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 تخل. تعالي يا فاطمه يا بنتي تعالي، مدير العام وصل، تعال ساعديني. شو السالفه؟ ها هذا ما تسمع من بعيد ولا عدد انت بالطلاق انت وجنة؟ اتصور يننا عم ما قادر اتغدى، الوليمه هذه ما قادره كلها الا وانت معي. تعال تعال. ليش انتوا عازمين حد؟ هالعزيمه الوليمه عليك؟ كيف يعني بتاكلوني انا؟ والله لا احد ياكلك انت وعد. تفضل. هذا علشانك انت، علشان تحسي المدير العام. ايه بس سالفه المدير العام هذه. دخل انت، دخل دخل دخل، برجولك اليمين، تفضل تفضل. واليسرى ليش؟ ليش فيها رجول يسرى؟ لا لا احنا نقول اليمين احسن. بس اليسرى سليمة. ها اقول لك دخل يا مدير العام تفضل. تفضل. ما شاء الله، ايش هذا الخير كله؟ هذا علشانك انت. عم. علشان ان اليوم يكون مرة ختامها مسك. نعم. ولا سعتر وبزار وحرقان عيون ومستشفيات. ساعتها يكون عاد كل شيء تمام التمام. تفضل تفضل يا حضرة المدير العام المحترم تفضل. هذا كيك بس حكاية المدير العام هذه يعني. انتوا خلوكم من هالسوالف الحين، استريح وقعد علشان تاكل وترتاح. استريح اقعد. نعم بسم الله عليك. الله. هذا كله علشان يعني الحين يعني؟ علشانك يا ولد اخوي، علشانك. نعم بسم الله. ايه نعم علشانك انت، علشان في ناس ما تنترس عيونها غير كذاك يا حضرة المدير العام. انا بصراحة ابغي اوضح لكم سالفة المدير العام هذه الحين. انت ايش تبى بالمدير الحين؟ خليه انت كل كل، علشان عمك يبى يكلمك في كلمتين كي كلمتين راس. يا عمي ارجوكم، انا ما اعرف كذا بصراحة، خلوه على راحته عشان اعرف واكل. انا ودي اليوم اكلك بيدين. نعم وعمك له خاطر انه يحط هاللقمه في حلقي. زين زين ايوه ايوه يا حضره المدير العام. نفخه عشان ينفجر شويه. نفخه. ليش نفاخه انا ولا كيف يعني؟ نفاخه محشيه بعد. نعم نفاخه محشيه هوا، لان سالفه المدير العام هذه الحين. انت كل كل ولا تراني توبك تفكها؟ لا لا زين باكل باكل باكل. يلا يلا. اقول ما اشوف فاطمه وينها؟ ما معنى على المائدة المستديرة هني؟ شبعانة فاطمة داخل إقاسة تذاكر، بس عمك باغنك في كلمتين راس. كلام راس؟ إذن ليش في راس ثالث موجود معنا في الوسط؟ تبغى تربط يا المدير العام أنت؟ لا ما يحتاج ما يحتاج، بس أنا بصراحة أبغي أوضح لكم سالفة المدير العام هذا. أنت بس كذيت، أبغي أوضح وأريد أوضح. كل كل وانت ساكت. يلا ان شاء الله. نعم كل وانت ساكت، لان عمك يبغى يتكلم معاك. يلا تو انت جالس توكل. اتكلم قول شيء نصح. اسمع يا يمع يا ولد اخوي. ايوه يلي انت يا المدير العام. نعم المثل يقول يا حضرة المدير العام. خلاص ابوي ما بقيت مدير عام، خلاص خلصنا من المدير العام هذه. ها كيف يعني؟ فنشوك؟ لا رجعت موظف في السكرتارية. اني ابونا بهان وبعدني فين رجعت؟ ليش انا قلت شيء غلط لا سمح الله يعني؟ لا انت ما قلت شيء غلط. تبى تعرف يا حضرة المدير العام. يلا طلع وقت هذا الحرام. اهلا وسهلا يا حضرة المدير العام. هلا هلا مدير. اي والله هلا وسهلا هلا وسهلا هلا وسهلا. هلا حياك الله. يا هلا فيك يا هلا فيك، شرفت مكتبك يا استاذ المدير. شرفت مكتبك. اهلا وسهلا. يا سلام يا سلام يا حضرة المدير العام، الشركة نورت. اي نعم الشركة نورت، حلت الانوار وظهر البشر وهي البشاشة على وجوه الزوار. اي نعم اننا اذ نهنئ الفاضل المدير العام على انه عاد بالفرح، عاد فرحان، عاد سعفان. ايش تقول؟ اسف اقصد استاذ سلمان. شكرا على هذه المقدمات. وين هذا الموظف الكسول هذا؟ اللي هو موظف كسول؟ هذا اللي يسمى جمعه. هذا جمعه في المكتب استاذ. في المكتب. في المكتب في المكتب. Thank you.
موظف يا كسول. أنا؟ أيوة أنت. إيش قاعد تسوي هنا؟ شغلي. اسمع، تطلع من هنا للأرشيف على طول، ومخصوم عليك 3 أشهر وأسبوع و3 ساعات. مفهوم يا تعبان؟ من؟ سعفان. يا هلا بسعفان، قصدي مهران. كل واحد مهران سعفان يمشي يعتقد. لا مدير عام ولا مدير فريق، خلاص أبوي طلع منها. طلع نعم. مسكين والله إنه مسكين. مسكين؟ خير؟ بدأ قلبك يحن عليه يعني؟ ليش؟ ما بولد أخوي؟ ما تبى ترجعي بتعاملي مثل الأول بعد ما رجع موظف صغير؟ إيش قالوا ليش؟ ما عندي دم يعني؟ بعدين خلاص أبوي ما له لزوم. يعني؟ يعني كيف يعني؟ يعني علشان نوقف علي المؤونة عشان ما يقرأ، خلاص وقفنا. ليش عاد يا أمي؟ ليش عاد يا أمي؟ علشان إيش؟ ما أنت تقولي أبغى صغير ولا كبير، مدير ولا خبير؟ ما بس أنت وحبتي، حتى أبوش. أمي هلكتيني، ترى هلكتيني يا بنية. أمي وأمي وأمي وأمي، ما هي هذه الحقيقة؟ مريم مريم، ما بزين تجيب السوالف هذه قدام البنية. خلاص أبوي زمان راح ولا وانتهى خلاص. اسمعني. نعم. خلاص أبوي، هذا الرجال لا نعطيه لا أكل لا ريوق لا عشاء ولا شيء، ولا حتى الوجه الحلو، علشان يحس ويجينا هنا. نعم يحبين. من برك الجمل كثرة سكاكينه. لكن أنت ما عطيتيني فرصة، لو خليتيني أتكلم معاه كان الولد بيقتنع وبيسكت، بس من شفتيه طاح. طحتي فيه؟ مالني ما طيح فيه؟ خسرنا، كبر عليه، افتكرنا بيجي من وراء الخير، ما تاري طلع النحس وشرارة. خلاص يا مريم خلاص، انت ما عندك سالفة غير سالفة منع الأكل هذه؟ انا بتصرف معه. لا 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 لا، هذا الكلام ما يمشي علي انا. يا مريم يا مريم، الرجال مسكين، مكسور الجناح، مكسور الخاطر، ندمان. انا بكلمه، امنا بكلمه بيرضي وبيسكت بعد. مسكت؟ انا ما اعرف انت ايش تريد تقوله بالضبط. كيف تريد الرجال يتكلم وهو ساكت؟ ابى اعرف انا. لكن المهم بنشوف ايش اللي تقدر عليه. انتوا ما عندكم سيره غير هذا الموضوع؟ ليش ما تحاولوا تعملوا حساب لمشاعري واحاسيسي؟ كأنه مالي رأي، جالسين تبيعوا وتشتروا فيني على كيفكم. أنا خلاص خلاص ما أريد أسمع السيرة مرة ثانية. هذا الكلام على أمش؟ أمش يا فاطمة؟ كفاية إنه فتح عيني على الدنيا. البنت ما تنولد عشان تجيب أولاد وتتزوج وبس، لا. البنت تقدر تدرس، تذاكر، تنجح، تشتغل، يكون لها مستقبل، وتحس بنفسها بوجودها في كل الأماكن. لا 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 لا، البنت والله صارت فصيحة. نعم، من هين انت تجيبي هذا الكلام؟ بعرف انا من هين. من الكتب. انا لازم اذاكر، انجح، لازم واعوض اللي فاتني. والزواج؟ اللي يريدني تقدم لي من غير لف ولا دوران. شوف شوف يا ايش اقول، بس هذه هي رجعت لكلامي انا مره ثانيه. اتلف وتدور وتبغاه يا صالح، تبغاه. وهذه هي قالت اللي يريدني يتقدم، وقالت بدون لف ولا دوران. هي نعم قالت. وايش المشكله؟ لا ماشي مشكله، بس يكون في علمك. ها. اكل ماشي. ها. ريوق ماشي. غدا ماشي، إلين ما هو يجي هنا يتسحب وينطق بعظمة لسانه ويقول هذا أنا جاينكم. سمعني، إياني وإياك تعطيه وجه ولا حتى تكلمه، فاهم يا يا صالح؟ على وين يا جمعة؟ على وين يعني؟
على رشيف. يعني انت زعلان يا جمعة؟ بالعكس بالعكس يا أنسة، أنا فرحان أني قدرت في فترة قصيرة أسوي شيء يرضيني ويرضي ضميري، كله علشان هذه الشركة. لكن مكان الحقيقي يا هنا يا في الأرشيف، هذا شيء ما راح عن بالي. يعني تعرف يا جمعة، يوم بعد يوم تكبر في عيني، أقصد في عيون الناس. أتعرفي يا أنسة نجوى، لو كل موظف اعتبر نفسه مسؤول وراعى ضميره في شغله كان تغير الحال. الغريبة يا جماعة انك تعرف اشياء كثيرة، يعني فاهم كل شيء، لكن للأسف تخدم كل الناس الا نفسك. وايش تريدين اسوي يا نجوى؟ تعرف متى تقول ايوه وتعرف متى تقول لا. يا انسة نجوى، انت عارفة جمعة زين، عارفة اني ما احب للخير. انت طيب كثير كثير يا جمعة، يا ريت لو كل الناس مثلك. المهم اني حاولت، وما اعرف عاد اذا كنت فشلت ولا نجحت. اهلا اهلا الاستاذ جمعه. لا ومصدقه وين ان المدير العام استغنى 24 ساعه في اليوم يا الظالم. انا كنت بفقد هدهد علشان ما كنت فاضي لها، والسبب انت. الله يجازيك يا زماء. صباح الخير. ها خير؟ ليش التاخير؟ تعرف يا بنتي الحلال ايش اسوي، ترى كنت مع سالم زوجي في المستشفى. بعد ما غلبوه البارحه ردينا على سالم بعد هاي مره ثانيه. والله كله منك انت السبب، لو ما مسوي نفسك مدير العام خليتنا احنا نحتاس، لا نعرف نشتغل في المكاتب ولا ندار زواجنا في بيوتنا. مسكين زوجي سالم، حتى ما عرفت كيف اداريه، كان بيقسم نفسه. على العموم يا مدام، انا خلاص ثاني رجعت خلاص، وخلي سالم ينضرب على راحته، ويمكن بعد طعمينه هريس وتشبعيه وهو يشبع ضرب. يلا ترى خلاص رديت. قم والله ما عرفتكم، ايش هذه الحاله؟ كذاك الدنيا تتغيرون بين يوم وضحاها، تتلونون بسرعه. لكن ايش اقول، هذه الدنيا ترى يوم فوق ويوم تحت. اي بس لو اللي فوق يصيروا صح، اللي تحت هم يصيروا صح. ما علينا، نحن خلينا تحت احسن. ايه وكل وقت ولا اذان زين. طيب والضمير يا جماعه، انت ما تعطينا محاضره حما تفتح لنا الدروس والاخلاق؟ ردت حليمه على عادتها القديمه. لا تتعب نفسك يا جماعه، انت تنفخ في قربه مخروقه. طيب ليش يا جماعه، ليش بس ليش؟ بسك فلسفه بسك، ولا بعدك بغيبوبه وفاكر نفسك بعدك مدير عام؟ لا ابويا هذاك كان حلم. اصحى اصحى. حلم؟ يا ريت يا ريت، اتمنى شوي يتحقق معاكم ولكم، لكن يا خساره. خلاص بسك عاد، بس خذ امسك امسك هذا الشغل كله، تاخذه معاك للبيت وتراجعه كله بنفسك، وتجيبه باكر اول الصبح معك. اريد اشوفك انت اول الموظفين هنا في الشغل، فاهم؟ انت عارف اني انا ما اتاخر يا حسان. اولا ترد على هذه الرساله زين، والمذكرات هذه تعيد صياغتها مره ثانيه، فاهم؟ سعيد. نعم. انت تحبها؟ المهم هي تحبني وما تستغني عني ابدا، وساعتها انا اعرف نفسي فوق فوق، والبركه في صياغتك الحلوه يا حلو. ورقصني يا جميل مع حسان الجميل. هذا ايش سوالف؟ قصدي يا جميل مع حسان الجميل. الحين بيجي المدير العام ويشوفك. خلي ابوي يجي، خلي يجي، وما يقولون اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيبه اهل البيت كلهم الرقص. ورقصني يا جميل، ورقصني يا جميل، ورقصني يا جميل. بعد عليه الجنة رقص مع حسان الجميل، ورقصني يا جميل مع حسان الجميل، ورقصني يا سعود مع سعود الجميل، ورقصني يا جميل. ها مدام، مساعدة يا مدام، اعتقدين مساعدة يا مدام، مساعدة يا مدام، بغيت تشاركين رقص ولا شيء؟ ورقصني يا جميل، ورقصني يا جميل. المدير العام شخصيا يا هلا والله، ورقصني يا جميل مع مديرنا الجميل. رقصني يا جميل مع حامو بيدنا الجميل، ورقصني مع سلمان.
ترقص في المكتب يا أستاذ؟ أنت فاكر نفسك وين يعني؟ أنت عارف. بس خلاص، مخصومة عليك 10 أيام. حد يرقص في مكتب محترم يا جهل؟ أنت جنيته ليش؟ محترم؟ أنا ما جنني غير اللي أسمعه وما أشوفه. قلت لك خلاص، بس خلاص. أنا يا جموع سوى في مقلب أنا؟ لكن ما عليك، ما عليك إن ما وريتك الويل. اسمع، تطلع من هذا المكتب الحين للأرشيف على طول. فضيلة، خد مكانك. راجع لي هذه الملفات كلها، وخاصة موازنة الكلاسات، مفهوم؟ رجعنا على الكلاسات مرة ثانية، المكان الجديد شغالات زين؟ احتياط يا أخي، احتياط. يمكن المكان هذا يعني تخترب مرة ثانية وبعدين ما نحصل خطأ غيار. خطأ غيار موجود، بس عاد يعني يبغي له واحد يهتم فيه، يروح المخزن موجود، خطأ غيار موجود. خلاص خلاص خلاص، ما قلت بس خلاص قلنا لك. اسمع، أنا المدير العام، مفهوم؟ ولما المدير العام يتكلم لازم كلامه كله يتنفذ وعلى طول. تفضل يلا يلا. تتذكر أستاذ لما جيتني بتنكر وكأنك صاحب شركة ولابس نظارة؟ خلاص 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 خلاص. لا، وأنا على طول صدتك بعد، والمدام موزة ما قصرت بعد. قلت لك خلاص خلاص خلاص. بصراحة أم هدى هذه إنسانة شهمة وطيبة وسموحة بعد، ما مثلك أنت. اطلع برا، طلع. زين يلا، بس طلعنا. خلاص خلاص، بس خلاص. هذا الولد خطير ولسانه طويل، انا وانا لازم اتخلص منه. ما عليك يا جمعه، ما عليك ان ما وغيتك الويل، ان ما وديتك ب60 داهية ما اكون انا سلمان، وانا ابو سلمان وبتشوف. أشوفكم على خير. صحيح أن الصحبة ما تنتسي، لكن الواحد يفارق وجوهكم أحسن. طبعا ما كلكم. ها؟ فلشوك؟ لا، الأرشيف، نازل الأرشيف. لا، هذا لا يمكن أبدا، أنت لازم تبقى معنا. عجيب. إيه، إحنا لا يمكن نستغنى عنك. والله عجيبة. معقولة؟ هي تنتقم من زوجها وتنزل الأرشيف، وهو ينتقم منك وينزلك الأرشيف؟ هذا اللي حصل ترى. لا 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 لا، أنا ما بسكت على هذا الحال أبداً. إيه، ولا أنا العم ولا أنا. وأنا يا جماعة، من يساعدني يوم زوجي يطيح في المستشفى؟ إحنا لازم نروح نشوف سلمان. خلا تعالي تعالي. خلا سعيد، خلا جمعة، خليك سلمان علينا، خليك سلمان جاينا. شفت اسكذر أحبوك ما يقدر يستغنى عنك؟ استغنى عني يا نسا، هذه كلها مصالح. هني مستفيدين مني، لكن في الأرشيف ايش بيستفيدوا مني؟ بالله عليك، كل هذا منك. المشكلة اني ما قادر. انا خلقت اني اخدم واحب اخدم، طب ايش اسوي بعد؟ شعور نبيل يكون الانسان خدوم يحب الناس، لكن ما على حساب نفسه. انا ودي اقول كلام كثير يا نسا، ودي اقول كلام. زين قول. مشكلة عندها الظروف ما مناسبة الحين، لما يكون حافظ زين وأكون مرة كل شيء عندي تمام أتلخبط. قول اللي في قلبك من غير حفظ، وصدقني بيطلع أحلى. ها، على وين؟ على أرشيف. بعد على وين؟ ما تنتظر لما تشوف الجماعة إيش يسوي في بقائك معنا؟ بصراحة إحنا ما نقدر نستغنى عنك، وكلنا عايشين على الحلوة والمرة. المشكلة يا أنسة، الحلو ما يدوم بس المر يدوم، والظاهر أن جاء الوقت اللي أكل فيه المر لوحدي. إحنا لا يمكن نخليك تروح، حتى لو استدعى الأمر أني أشوف موزة زوجة المدير. لهذه الدرجة؟ يا ريت مسألة الأرشيف هاي تصير كل يوم علشان أسمع هذا الكلام الحلو. بس أنا متأكدة أن الجماعة يقنع المدير العام، أحسن لك تجلس. أجلس؟ أجلس أجلس أجلس. جلست. لا يعني لا، ينزل أرشيف يعني لازم ينزل أرشيف، فاهمين ولا لا؟
سالم زوجك مو يقرم. اي سالم با اي سالم واي خرابيط هذا؟ انا من بيكتب لي رسائل؟ بس ايش رسائل واش خرابيط؟ وشغل استاذ وشغل مين بيخلص الشغل؟ بس ولا كلمة. من اليوم كل واحد يخلص شغله بنفسه، والكسل والاتكالية هذه خلوها عنكم، فاهمين ولا لا؟ يلا كل واحد يروح مكتب العين بسرعة. امشي. كسلان هذا اللي اسمه حسان كسلان. نعم. الو سلمان. نعم. عايده حبيبي عايده اشوش عايده. لا 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 انت ايش اللي جايبنك هنا يا مصيبه؟ ومن متى انت هنا؟ من عند الو عايده. عايده اي عايده واي خرابيط هذه؟ انت قصد خرب ولا ايش؟ انا ما خرف، انا اصاحب قدامك صاحب ما فيني شيء. وبعدين من سمح لك تدخل مكتبي بدون استئذان؟ انت ايش تبي بالضبط؟ قول لي. انا جاي الله يسلمك يا استاذ اقول لك انت نزلت الارشيف، قلت يمكن محتاج لي في مذكره في رساله تبييض حاجه يعني. احنا ناخذ بس يا استاذ ناخذ. لا والله لا 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 باين عليك الخير جماعه. استاذ سلمان حرام عليك، حرام عليك تظلم زوجتك وبنتك على الفاضي، حرام يا استاذ حرام. بس 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 الحين عرفت لعيبك. وانا اقول هذا الانسان ليش جاي مكتبي متسحب؟ علشان تروح تبلغ موزة ما كذاك يا جموعو؟ لا طبعا ما كذاك، انا بس احب اخدم يعني، انا ما فتان، انا احب الخير لك ولاسرتك يعني. اخ منك يا السوس اخ، والله العظيم لو عندي السلطة كان باب الشركة هذه ما دخلت ابدا، لكن مع الاسف. والله سالفة تفعل خير تلقى شر. ايوه ايه ايه مثل الحين دور الطيب يا جموع، لكن ما علي انا مفتح عيوني عليك زين يا جمعو، والالاعيب هذه بس خلاص بسك منها، فاهمنك زين وعارفنك زين، ما علي انا جمعة. مع السلامة. قف تعال. ليش فيه؟ المذكرة هذه بيضها باسلوبك السخيف، تفضل. روح أنا هذا الإنسان لازم أتخلص منه في يوم من الأيام. أبوه لكن هو كيف دخل مكتبي من غير أنا ما أحس؟ هنا عاد المشكلة. Yeah.
معاي 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 لا يبكى ولا يسمع ان شاء الله ما يهدى.